لا توكلنا على الله بوتامي او واقف الحياه اللي كتقولوا ما ترى اليوم في المهرجان ديال مولاي رشيد حي مولاي رشيد ورا بخير وعلى خير الحمد لله الصباح ان شاء الله لبقينا بحياه غنكون عندكم في مولاي عبد الله والسلام على الجمهور والسلام على الخياله وكنشكركم والصباح لبقى العمر رانا عندكم والله هذا المهرجان عجبني والنظام زين كل شيء زين والله الناس اللي ساهرين عليه الله يحفظهم ودرك الملاكي والقوة المسنحة والرئيس وكل الناس اللي كيجروا كل من اللي كيجري وساهر على هذا الموسم داز بخير وعلى خير الحمد لله النظام زين كل شيء تفرج مولي الخيل سالمين يرجعوا سالمين الله يحفظ الجميع واش غنقول مكان طلبوني مع الهدية راه خلعوا ولادنا وخلعوا احبابنا وخلعوا دوك الناس اللي تيحبونا تروعوا الله يروحهم في عقلهم هادشي اللي طلبوا لي شتا تهرست عارف قرصه راه هي هذيك في المساومه ماشي تقول لها تهرست عارف ما كاين حتى وحده بحال ما كاين حتى حاجه مسوس بحال داز مسوس لما فيش انا ولد 10 سنين انا ولات عندي 70 سنه الحمد لله اي لا تركبوا اولاد هذا اسبابي هزيت براد موطاك كنشربوا بها الماء بحال الوطاك بحال هكا ضربتها مع الارض هذه كيشو كدقت والله عمرها دار مولي الخيل مهلين فيا هما اللي عايش معاهم الله يحفظهم مهلين فيا لا جمهور ولا مولي الخيل الله يفيد عليهم الرزق كل شيء مشرفني كل شيء مهلي فيا الله يحفظ الجميع من طنجة القويرة تنقول انا سيدي تصرف من جيبي تنقول كان كرييت بيكوب ولا هوندا وكان نحول كان نقل من بلاد لبلاد وكيجيب الله الرزق والله يجعل البركة الحمد لله مولي الخيل دار كبيرة مهليين فينا والجمهور الله يجعل البركة احنا عايشين معاهم تنموت الله يحفظ الجمهور ده الحي مولاي رشيد وعجبني بالنظام ديالو الله يحفظهم والله وهاد فرجة دازت زينة وجا في موقع ورا مهرجان عالمي هذا وين يزيد قدام ان شاء الله ونطلبوا الله تعالى يزيد قدام والله يحفظ هذا الرئيس والله يحفظ العامل اللي عطاه الرخصه لهذا المهرجان والله ينصر سيدنا